بس تعالوا نروح الاول للنمسا نطمن جمهور الاهلي على المعسكر ونعرف اخر الاخبار طبعا والتطورات مع زميلنا فاروق صلاح. فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير. في البدايه احمد وحشتنا ووحشتني اللينكات معاك، وبرحب بضيوفك الكرام الاستاذ نادر شبانوي وحماده الشناوي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا يعني طبعا الناس كلها متشوقه جدا جدا لظهور الاهلي الاول. انا كنت لسه بتكلم من شويه، يعني نتمنى طبعا انه مستر كولر يسمح باذاعه المباراه. خليني ابدا معاك من مباراه بكره، ايه الاخبار التحضيرات بعد رحيل يمكن اعتقد في 10 لعيبه غادروا معسكر النادي الاهلي، شكل السكواد واللعيبه اللي موجوده ممكن تبقى تظهر في مباراه بكره ايه؟ يعني خليني احمد في البدايه طبعا بالامس كان بدايه خروج بيرستاو لالتحاقه طبعا به معسكر منتخب جنوب افريقيا، ثم رباعي المنتخب المصري الاول وثلاثي المنتخب الاولمبي كابتن محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم محمد هاني ومروان عطيه، وثلاثي المنتخب الاولمبي احمد نبيل كوكا وحمزه علاء ورافت خليل. كان خروجهم طبعا كان في تمام الساعه 7 صباحا من معسكر النادي الاهلي، ثم تولى الخروج بخروج اللاعب اليو ديانج وانضمامه ايضا لمعسكر منتخب مالي، واخر المغادرين لمعسكر النادي الاهلي واجواء فيينا هنا علي معلول اللي يعني منذ يعني تقدر تقول دقائق كان خروجه طبعا من معسكر النادي الاهلي، ويعني تقدر تقول في طريقه الان الى فيينا طبعا للاستقلال الطائره من مطار فيينا والانضمام الى معسكر منتخب تونس. في هذه الاثناء اللي انا بكلمك زميلي احمد، مستر كولر بيعقد طبعا التراي ماتش الاستعداد لمباراه الغد ان شاء الله اللي هتكون في تمام الساعه 5 بتوقيت النمسا، السادسه بتوقيت القاهره، طبعا في ظل الغيابات اللي كان مستر كولر يتمنى ان هم يكونوا موجودين ويكون البروفا الاخيره بوجود هؤلاء اللاعبين. لكن يعني تقدر تقول انا بطمنك بقى على حاله اللاعبين او من الجزء اللي احنا بنتابعه ونتفرج عليه في المران في بعض اللاعبين بالنسبه لمستر كولر، خلاص انت بتخلق بدايل. طبعا اكرم توفيق كريم فؤاد موجودين في التراي ماتش بيشاركوا بصوره طبعا مهمه جدا، طبعا عقب طبعا قرار الدكتور كريستيان فينكل اللي صرح خلاص بمدى جاهزيتهم، ولكن طبعا الامر بيخضع للرؤيه الفنيه مستر كولر ومدى الجاهزيه البدنيه. ايضا امام عاشور اللي يعني واحد من جزء من تكتيك مستر كولر ويعني واحد من اللعيبه ايضا المهمه اللي باكد لك ايضا جاهزيته، ولكن زي ما قلنا زميلي احمد ثلاث لاعبين سواء اكرم سواء كريم فؤاد سواء امام عاشور هيكون مدى جاهزيتهم او مشاركتهم امر بيخضع للرؤيه الفنيه ومدى الجاهزيه البدنيه للمباراه غدا باذن الله. مستر كولر بيجرب محمد فخري في مركز الظهير الايمن، شفناه يعني خلاص يعني بيكون واحد من الاوراق بالنسبه له طبعا لتعويض غياب محمد هاني في مركز الظهير الايمن، بنشوف كريم الدبيس في مركز الظهير الايسر، في بعض اللاعبين اللي تقدر تقول كده ما شاء الله التوهج بالنسبه للاعبين، يعني قفشه لسه منذ لحظات يعني جايب هدف عالمي في التقسيمه، واحد من اللعيبه اللي عاجبني يعني وادائه بالنسبه للجميع بيلقى استحسان الجميع نظرا للنقفشه الجانب الدفاعي والجانب الهجومي، وده الجزء اللي مستر كولر بيشتغل عليه مع بعض اللاعبين تطوير النواحي الفنيه والتكتيكيه للاعبين والادوار الخاصه باللاعبين. يعني المعسكر زميلي احمد يعني الامر مش مقتصر فقط على الشكل التكتيك العام للفريق فقط، ولكن تطوير بعض النواحي الخططيه والتكتيكيه بالنسبه لبعض اللاعبين في جزء طبعا بيتم تخصيصه عقب نهايه المران لبعض اللاعبين لتطوير النواحي التكتيكيه. قفشه واحد من اللاعبين اللي مستر كولر شايف انه يعني بيعمل اداء بشكل متكامل في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. طاهر محمد طاهر اللي يعني ان شاء الله بدايه طاهر هذا الموسم هيكون في حاله توهج عند طاهر، واحد من الاوراق المهمه جدا للنادي الاهلي هذا الموسم، رضا سليم ومدى انسجامه وخلاص يعني دخل طول انصار خلاص مع لعيب النادي الاهلي، حسين الشحات واستمراره على الاداء الجيد، صلاح محسن اللي برضه يعني برضه صلاح اضافه قويه جدا طبعا لخط هجوم النادي الاهلي، الاجواء كهرباء طبعا الاجواء بصفه عامه للفريق بالكامل، احمد عبد القادر يعني ان شاء الله موسم هيكون مهم جدا ايضا لاحمد عبد القادر، الامور دي كلها يعني هتعمل منافسه جميله ومنافسه ان شاء الله تكون لصالح طب يعني الفريق. افهم من كلامك يا فاروق انه سكواد الاهلي كله باستثناء طبعا عمرو السوليه وخالد عبد الفتاح والاسماء اللي رحلت النهارده او غادرت المعسكر هتكون جاهزه للمشاركه، سواء بقى بنتكلم على ندفيد او كريم او اكرم او رضا او امام، الاسماء الجديده كلها ممكن تظهر في مباراه بكره.
لا خليني زميل احمد باستثناء عمرو السوليه، يعني باستثناء عمرو السوليه خالد عبد الفتاح، عمرو السوليه وخالد عبد الفتاح وجاهز بالظبط. لا خالد عبد الفتاح موجود، هو باستثناء عمرو السوليه فقط. تمام طيب كويس. طب يعني خالد برضه خالد عبد الفتاح بيشارك في التدريبات بصوره كامله الجواكر. وموجود بالنسبه لمستر كولر يعني لايب جوكر. وخليني برضه اقول لك في بخصوص خالد عبد الفتاح، هو زي ما انت زميلي احمد قلت ان هو بالنسبه لمستر كولر واحد من اللعيبه الجوكر بالنسبه لمستر كولر، وبالتالي بعد كل تمرينه مستر كارلوس مطور الاداء ده بيشتغل مع خالد عبد الفتاح على كيفيه اللعب بالقدم اليسرى. خالد بنشوفه في مركز الظهير الايمن، مستر كولر اوقات بيعتمد عليه كمركز قلب دفاع او كظهير ايسر، بيشتغل معاه مستر كارلوس في الجانب اللي يعني يقدر يكون عنده تكامل في اللعبة بالقدمين. وبالمناسبة زميلي أحمد يعني برضو من خلالك من خلال قناة النادي خليني أقول لك إن مستر كارلوس اللي هو مطور الأداء يعني كان سبق لي تدريب كهربا وياسين المكاري يعني أثناء توليه قيادة أحد الفرق في الدوري السويسري، كان بيمرن كهربا وياسين المكاري اللي هو محلل الأداء، وده مدرب من المدربين اللي طبعا أضافهم النادي الأهلي لتطوير الأداء، بيشتغل مع خالد عبد الفتاح لكيفية اللعبة بالقدم اليسرى. اللاعب رأفت خليل بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليمنى، امور في تطوير النواحي المهاريه والنواحي الفرديه بالنسبه للاعبين ان شاء الله يكون مردودها في الصالح طيب. العام طبعا لفريق عايز اتكلم معاك عن الماتش نفسه. الماتش مفترض ميعاده الساعه كام، هيتلعب فين، وهل في عندك معلومه تتعلق باذاعه المباراه ولا لا؟ المباراة هتكون مع أحد فرق المقدمة في الدوري السلوفيني، واحد من الأندية اللي يعني بيلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا، واحد من الأندية القوية جدا، مواجهة تكون قوية جدا. المباراة هتكون في تمام الساعة 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهرة، هتكون في مدينة أو مقاطعة جراتس اللي بتبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي ب 30 دقيقة. هيكون يوم اعتيادي بقى، يوم المباريات اللي متعودين عليه مع مستر كولر، بيكون في تدريب صباحي لمدة 20 دقيقة، ثم محاضرة طبعا أو وجبة الغداء الأول، ثم محاضرة لمستر كولر، ثم طبعا التوجه إلى مدينة جراتس اللي هتستضيف المباراة. نقطة الإذاعة المباراة يعني خليني يعني احسمها ان شاء الله اليوم من خلال قناة النادي الاهلي طبعا، ومن خلال ادارة الاعلام في النادي الاهلي هيتم الاعلان عن مدى امكانية، لكن مستر كولر هو اللي هيحسم هذا الامر. احنا طبعا زميلي احمد تعرف احنا كلنا يهمنا ان الجمهور يشوف اللعيبة وتشوف الحالة اللي عليها بعض اللاعبين في النادي الاهلي، لكن طبعا الامر بيخضع ليه مدى الرؤية الفنية لمستر كولر اللي هيحسمها ان شاء الله النهارده بعد التدريب، ومن خلال قناة النادي الاهلي ومن خلال طبعا منصات النادي الاهلي وادارة اعلام النادي الاهلي هيتم الاعلان عن هذا الامر. طيب احنا يعني معاك على الهوا دلوقتي لكن هنسيبك، بشكرك طبعا شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. دي كانت اخبار المعسكر واخبار المتعلقه بمباراه بكره، وهنفضل على تواصل مع فاروق على مدار الحلقه لو في جديد فيما يتعلق باذاعه المباراه اكيد طبعا هنبلغكم، لو ما كانش اكيد طبعا لو في قرار هيبقى من خلال شاشه الاهلي على مدار اليوم.